الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله إن شاء الله السبت القادم بعد العشاء برضو، والسبت اللي بعده هيبقى التوقيت الصيفي، هيبقى بعد المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء في التوقيت الصيفي لما بيقدموا الساعة ساعة، هنخلي الدرس بين المغرب والعشاء، يعني ابتداء من السبت 26/4 هيبقى بين المغرب والعشاء، ودرس الأزهر زي ما هو الساعة 10:30 صباحا عشان نخلص قبل الظهر بساعة، بحيث ما نصرف كل واحد بقى يصلي الظهر في الحتة اللي تناسبه يعني. يعني مش هيبقى ايه من 11:30 بقى علشان الظهر هيبدأ واحدة، لا هيبقى برضو زي ما هو من 10:30 إلى 11 أو راد، وبعدين من 11 إلى 12:10 كده أو 12:15 الدرس على أساس ساعة و10 دقائق للأسئلة، وبعدين ننصرف. اللي عايز يقعد بقى في الأزهر يصلي الظهر يصلي، اللي عايز ينصرف ويصلي في طريقه يصلي إن شاء الله. لو قدموا الساعة ما نعرفش، يمكن ياخدوا قرار ما يقدموش الساعة. في مناقشات كل سنة بيناقشوا بقالهم 25 سنة، لكن الحمد لله يعني عشان الأمور تبقى كويسة يعني مفيش تسرع، لا داعي للتسرع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، ويسر أمورنا، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من الأربع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين، أدخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وارحم عبادك المؤمنين، واغفر لعبادك المؤمنين والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة كتاب حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونحن ما زلنا في كتاب أحكام الزكاة، ووقفنا على شروط زكاة الزروع. وأما الزروع وأراد المصنف بها المقتات من حنطة وشعير وعدس وأرز وكذا ما يقتات اختيارا كذرة وحمص أو حمص بكسر الحاء، حمص احنا نقول عليه حمص، حمص 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 ويغنوه، لكن ليست لغة، بلغة المصريين بتضم الحاء دي مش لغة يعني، لكنها زي ما تقول يعني حاجة عامية، لكن اللغة بكسر الحاء، لكن الميم يجوز فيها الكسر والفتح، تقول حمص وحمص يجوز فيها الاثنين، معروف طبعا. فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط، يبقى زكاة الزروع لا تجب إلا في المقتات المدخر بس، مش أي حاجة تزرع، يبقى الخيار والفاكهة والحاجات دي مالهاش زكاة في الزروع، كويس؟ ما يقتات ويدخر بس، يقتات ويدخر، زي طبعا ايه المشهور الشعير والقمح والارز والعدس والباقله زي الفول وزي اللوبيا والحاجات اللي هي بتدخر دي والفاصوليا، كل ما يقتات ويدخر يبقى تجب فيه الزكاه بشروطها بقى، هنشوف ايه هي الشروط. فتجب الزكاه فيها بثلاثه شرائط، طبعا فوق الشرائط السابقه، لأن في الإسلام والحرية والملك التام، ده شرط عام في كل أنواع الزكاة. يبقى لازم مسلم حر يملك ما يزكيه ملكا تاما. كويس؟ يبقى لازم الشروط دي. يضاف إليها بقى حاجات تانية على حسب كل نوع. فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط، أن يكون مما يزرعه أي يستنبته الآدميون. فإن نبت بنفسه بحمل ماء أو هواء فلا زكاة فيه. يبقى لابد ان يكون اللي بيزرعه ادمي،
أو في أرض آدم، أو في أرض آدم. افرض أنا أرض، أنا سايبها أرض زراعية ملكي مهجورة لأني مشغول مش فاضي أزرع، فحمل الهواء حب ورماه عليها وجت الدنيا مطرت طلعت قمح في أرض ملكي وبلغ النصاب، يبقى في ملك تام أهو، تبقى تجد فيها الزكاة بقى بالرغم إن أنا ما زرعتهاش بنفسي لكنها زرعت في أرض ملكي. لكن لو زرعت في أرض ليست ملكي، وقف مثلا، وقف على حاجة معينة، حتى ولو زرعها الآدمي لا تجد فيها الزكاة الصحيحة على مذهبنا، لأن في وجه آخر يقول لك تجد. هنقرأ الحاجات دي في الشرح. لكن على أي حال، أن يكون مما يزرعه أي يستنبته الآدميون، فإن نبت بنفسه بحمل ماء أو هواء فلا زكاة فيه، يعني نبت بنفسه في أرض غير مملوكة، لازم يقيده كده عشان تبقى لا زكاة فيه، لأن احنا عارفين إن الملك التام من الشروط، فلو في ملك تام يبقى عليه، يبقى لازم نقيدها هنا إيه، في أرض غير مملوكة، أما لو كانت مملوكة يبقى هنا في ملك تام، واضح؟ تبقى يجب فيها برضه. وأن يكون الشرط الثاني بقى قوتا مدخرا، يعني حاجة تعرف تتخزنها، المدخر يعني تتخزن، وقوت يعني تستعمل خبز، انت عارف الذرة بيبقى دقيق يستعملوا خبز، الشعير يبقى دقيق يعملوا خبز، القمح يبقى دقيق يستعملوا خبز، الذرة الأرز ممكن يتخزن ويبقى قوت، يعني في الصين واليابان والبلاد دي عندهم قوتهم الأساسي رز، فقوت يبقى قوت، والعدس كذلك. يبقى الحاجات اللي هي تنفع تبقى قوت وتدخر هي دي اللي فيها الزكاة. وسبق قريبا بيان المقتات، وخرج بالقوت ما لا يقتات من الأبزار نحو الكمون، زي الكمون والبهارات والفلفل والحاجات دي كلها ما فيهاش بالرغم انها تدخر لكنها ليست قوتا، بالرغم انها تدخر يعني كل العطارة بتدخر لكنها ليست قوتا، يبقى لا زكاة فيها. وكذلك خرج الفواكه، كل الفاكهة، واحد عنده جنينة برتقان، جنينة تفاح، حتى ولو تكون الجنينة دي 100 فدان 200 فدان مالناش جماعة عليها الزكاة، ليست عليها زكاة زروع، لكن ممكن يبقى عليها زكاة مال لما هيبيع ويحط في الرصيد بتاعه يبقى يطلع بقى زكاة المال كده، لكن مش هتبقى زكاة زروع، لأن مش معقول تروح للفقير تدي له مثلا 50 بطيخة هيشيلهم فين الفقير؟ لا عنده تلاجة ولا عنده بتاع هيحتس فيهم وهيحمضوا منه، مش كده برضه؟ لكن لما تدي له شويه قمح يفرح بيه يقعد معاه السنه ما يضرلوش. طيب انا لازم تراعي حال الفقير، هدي له مثلا 20 حزمه كرات ولا فجل ولا شويه مثلا 5 6 كيلو ملوخيه، طب هيعمل بيها ايه؟ انما لما تدي له ذره شعير حاجات من دي يقدر يستفيد بيها. ايوه. لا هيتضاف بقى، ما هو الانسان ممكن تجب عليه اكثر نوع من الزكوات، يعني عندك من الماليات، يعني انت عندك من انواع المال من اصناف المال ما يزكى، عندك ذهب وعندك فضه وعندك حيوان وعندك زروع، كويس، فكل حاجه ليها زكاتها، فممكن يجب على انسان يكون عنده انواع المال المختلفه زكوات مختلفه في كل نوع من صنف من اصناف المال، هذه كلها. لكن بعت تاني واتضاف لرأس مالك وحوشته يبقى يطلع برضه، يطلع برضه، واخد بالك؟ وان يكون اصل احنا الزكاه بتاعتنا ما بتقللش المال ونسبتها مش كبيره، ربع العشر ما بتقللش المال بل بتزوده، يعني احنا عند المسلم ان لا ينقص مال من صدقه، مش كده؟ ده عند المسلم كده لانه يؤمن بالغيب، انما عند الكافر لا، يقعد يحسبها بالكمبيوتر بالكالكوليتر كده يلاقي ان المال ناقص لما يطلع الصدقه في الحساب لانه مش مؤمن بالغيب، لكن المسلم مؤمن بالغيب، عنده المال ما ينقص من الصدقه، فيطلعها في جيب نفسه يبقى فرحان تملي كده، دي اخلاق المسلم يختلف عن الكافر بالايمان بالغيب. وان يكون نصابا، يبقى لازم يبقى يزرعه الادميون وفي ارض مملوكه ملك تام مع كمال الإسلام والحرية، مش كده برضو؟ وأن يكون قوتا مدخرا، وأن يكون نصابا يبلغ النصاب اللي هو أقل منه ما تطلعش. إيه هو النصاب؟ وهو 5 أوسق لا قشرة عليها، 5 أوسق لا قشرة عليها. الوسق إحنا قلنا حوالي 60 صاع،
يعني 12 كيلة يعني أردب. يبقى الأردب يساوي وثق يساوي 12 كيلة يساوي 60 صاع يساوي 150 كيلو، ده الوثق. سهلة الحكاية. الصاع 4 أمدن والمدة حوالي 680 جرام، بالتحديد 600 يعني 75 جرام، ده المدة. تعرف الحاجات دي ليه؟ لأن أنت لما بتيجي مثلا تفطر يوم في رمضان يقول لك إيه، تطعم مد، تطعم مسكين مد، تبقى عارف إيه هو المد، وتعرف في زكاة الفطر بتطلع صاع، فبتطلع عن كل واحد تجب النفقة عليه ممن تعولهم، بتطلع على كل واحد صاع، تعرف يعني الصاع ده يعني قد إيه؟ حوالي 3 كيلو، واخد بالك؟ بالتحديد 3 كيلو إلا ربع لو عايز التحديد، فإحنا بنقول 3 كيلو خلاص من غالب قوت البلد، فالأوزان دي لازم يعرفها كل مسلم عشان إيه؟ يعرف يطلع ويبرئ ذمته من مثل هذه إيه؟ الفرائض. يبقى إحنا اللي عنده 5 أرادب بالأردب المصري، لأن كان زمان في أرادب قليلة، يعني مقياس الأردب زمان أيام المشايخ زي الشيخ البيجوري كانوا أقل من الأردب بتاع اليومين دول، فيقول لك 6 أرادب وربع، الأردب زاد كميته، واخد بالك؟ فبقى الوقت الأردب تقريبا يساوي وثق أو وثق، وإحنا قايلين إن نصاب 5 أوسق يبقى 5 أرادب، لما تقول للفلاح 5 أرادب تمشي، تبقى سهلة يفهمها على طول. بيطلع منها قد ايه؟ هنشوف بعد كده. هيطلع العشر ان كان بيروى بماء السماء، ويطلع نصف العشر ان كان ايه بالاجره، بيتكلفوا يعني. وان يكون نصابا وهو 5 أوسق لا قشر عليها، يبقى لازم استنى لما القمح يتدرى ويطلع منه التبن والرز يتشال منه قشره، الا ان يكون يخزن بقشره يبقى يحسب القشر. لو كان تخزينه يحتاج يبقى في قشره يبقى ساعتها بيتحسب بقشره. وهو 5 أوسق لا قشر عليها، وفي بعض النسخ أن يكون 5 أوسق بإسقاط نصاب. وأما الثمار، الثمار اللي هي احنا قايلين الزروع والثمار، الزروع ما يقتات ويدخر، والثمار نوعين بس، التمر والزبيب. التمر والزبيب، عشان التمر يقتات ويدخر والزبيب يقتات ويدخر، سهل. طبعا الزبيب اللي هو كان بدايته عنب فصار ايه زبيب، وكان التمر بدايته بلح فترطب ثم تتمر، مش كده برضو؟ يبقى يقتات ويدخر. واما الثمار فتجب الزكاه في شيئين، منها ثمره النخل وثمره الكرم. والمراد بهذين الثمرين هي هيقول الثمرتين يعني، لكن تمشي، التمر والزبيب. وشرائط وجوب الزكاه فيها اي الثمار 4 خصال: الاسلام والحريه والملك التام، دي ماشي عادي. والنصاب قال لك حوالان الحول، ما قالش حول فيه، لأن وقته حقاوم وحصادي لما يجنيه، لما لناش دخل بالحول. القمح مثلا يتزرع ياخد له 6 7 شهور، مش كده برضه؟ يبقى بعد 6 7 شهور اما يجنيه ويعمله يبقى يطلع، ما يستنى السنه. يبقى علشان كده ما بنقولش الحول في الزروع، ما نقولش الحول، بنقول الحول في العروض التجاره وفي النقدين بنقول عليها الحول، وفي زكاه الحيوان. انما الحول مش موجود في الزروع ولا في الثمار، واضح؟ لأن ربنا قالها وآتوا حقه إيه؟ يوم حصاده. يبقى زي ما تحصده تطلع، حصدته في سنتين تطلع، حصدته في أقل من سنة تطلع، زي ما تحصد. عشان كده ما قالكش هنا إيه الحول. فأربع خصال: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب، فمتى انتفى شرط من ذلك فلا وجوب. وأما عروض التجارة، عروض التجارة اللي هي البضائع اللي بيتاجر فيها التاجر ويقلب ماله من خلالها، يجيب بضاعة ويبيعها ويجيب بضاعة ويبيعها ويجيب بضاعة ويبيعها، بيقلب ماله بالطريقة دي يقوم يكسب، دي اسمها عروض تجارة. وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة سابقا في الأثمان، اللي هي إيه؟ في النقدين، اللي هي برضو الإسلام والحرية والملك التام والنصاب اللي هو حوالي 85 جرام ذهب فما زاد، مش كده برضو؟ اللي هو 20 مثقال أو 200 درهم، مش كده؟ اللي هي حوالي 600 جرام فضة. وقلنا الملك التام والنصاب والحول، إن يمر عليها سنة برضه، يمر عليها سنة. بس الفرق في عروض التجارة والأثمان إن إنك أنت بتحسب عروض التجارة في آخر الحول، ولو نقصت عن النصاب أثناء الحول لا يضر في عروض التجارة.
لكن العبرة عند حولان الحول أن تكون نصابا فتزيد، بخلاف الأثمان لابد أنها تظل لا تقل عن النصاب في أي لحظة من الحول. واضح؟ الفرق بس بينهم وبين عروض التجارة الحتة دي بس. يبقى عروض التجارة بحسبها عند حولان الحول وماليش دعوة لو قلت عن النصاب أثناء الحول، طالما هي عند نهاية الحول. يعني أنا بدأت أتاجر واخد بالك الشهر ده، شهر ربيع الأول مش ربيع الآخر، يعني ستة النهاردة، ستة ربيع الآخر 1429، بدأت أتاجر، بدأت أتاجر ب5000 جنيه، أي دي أقل من النصاب. جبت بضاعة ب 5000 جنيه وابتديت أبيع، وكل ما أبيع وأشتري تاني وأبيع وأشتري، أجي ربيع الآخر الستة ربيع الآخر السنة الجاية 1430 هجرية، أشوف ألاقي نفس الوقت أنا تجارتي حجمها بقى 30000، أطلع زكاة 30000. واضح؟ بخلاف بقى الأثمان، أنا بحط عندي الأثمان لازم تبلغ 85 جرام ذهب وتفضل ما تقلش عن 85 طول الحول، لكن تزيد مش مشكلة، لكن المهم ما تقلش طول الحول. واضح الكلام؟ ممكن في أثناء التجارة لو قلت ابتدي الحول بتاعي من اول ما ترجع تاني احسب تاني، يبقى سقط عني. يعني انا كان عندي 85 جرام ذهب فما زاد، عندي كيلو ذهب مثلا في اول محرم، وجيت مثلا اشتريت حاجه للاقتناء فاشتريت شقه، فبقى عندي اقل من 85 جرام في شهر ربيع الاول، وبعدين ابتديت اشتغل فقبضت فلوس بقى عندي ما يعادل 85 جرام في شهر رجب، يبقى ابتدي احسب من رجب مش من محرم، ابتدي احسب الحول بتاعي من رجب مش من محرم بقى. واضح الكلام؟ ده في زكاة المال، انما زكاة عروض التجارة لا، انا بحسبها عند اخر الحول، حتى ولو قلت اثناء الحول ما يضرش. افرض ان انا تجارتي بديت بالتجارة ب100000 جنيه في الايام دي، وبعدين في اثناء الحول نقصت عن ايه؟ عن نصاب، عن النصاب بتاع الاثمان، عن ما يعادل 85 جرام ده، عشان خسرت حاجات كتير، السوق اتغير، اي حاجة. وبعدين جيت بعد كده عوضت نفسي قبل ما يجي الحول اللي بعده، بقت تجارتي وصلت حوالي 80000 بعد ما كانت الاول 100000، اطلع زكاة 80000 بس، بالرغم انها في اثناء الحول قلت عن 85 جرام. وبعدين فهمتني بقى، ده الفرق بس بينها وبين بين زكاة الاثمان. حكاية الحول ده انه يستمر من بداية ايه؟ النشاط التجاري، مش من بداية ايه وصولها لنصاب. فهمت المسألة دي؟ ولو قلت اثناء الحول لا يضر، العبرة ان عند حولان الحول تبقى ما زالت نصابا. واضح؟ لكن انا جيت عند حولان الحول لقيت انا بتاجر في حدود 5000 جنيه وانا النصاب عندي ما يعادل 85 جرام ده بحوالي 8000 جنيه مثلا، يبقى ما عليا الزكاة. واخد بالك؟ يبقى ما عليا الزكاة السنة دي. اطلع بقى، المهم ما تقلش عن 85، واي حاجه تزيد ان شاء الله قعدت يوم عندي اطلع على الكل. على الكل، مش كل مبلغ ليه نصاب الحول، لا الحول حول الايه؟ النصاب الاول، فبيتجمع كله على بعض. واضح؟ يعني انا مثلا قبل ما يجي عليا الزكاه بيوم كسبت مكسب 100000 جنيه او مليون جنيه، نقول اي حاجه، ما احنا نحلم وخلاص، كسبت مليون جنيه ما جراش حاجه، ندي امثله كبيره حلوه. فكسبت انا مليون جنيه والزكاه بتاعتي تجب بكره، وانا كان اصلي عندي مليون بس قبل كده، اطلع زكاه 2 مليون، مش استنى على المليون دي لما يمر عليها سنه، لانها انضمت للنصاب الاول. ما هي دي الاثمان اللي احنا بنقول عليها، دي الاثمان يعني كده، الاثمان يعني ما يتمول، اللي هي الرصيد في البنك، اللي هو دلوقتي الجنيه المصري او اليورو او الدولار، اللي هي العملات نفسها، العملات الايه الورقيه. أو لما يجي يخرجها هنقول بقى ازاي يعمل، ازاي يعمل. لكن احنا طبعا الحكايه دي ناقشناها قبل كده وقلنا ان الدين عليه برضه لو معهوش سيوله بيبقى في ذمته، لما يطلعوا يطلعوا بعدد الايه، كل دي قلناها قبل كده وكنت حاضر انت. طيب خلاص خلاص، لا واجب عليه طالما معاه السيوله، لو معهوش سيوله او واحد واخدها منه دين وما ادهالوش تحت مش تحت ايده، يبقى ليه ان هو يحسبها عنده في النوتة، ولما يبقى يقبضها يطلعها. واضح؟ واما عروض التجاره
وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة سابقا في الأثمان. والتجارة تعرفها إيه؟ هي التقليب في المال لغرض الربح. التقليب في المال لغرض الربح. إحنا بودنا نقف عند كده في إيه؟ نقرأ كلام الشيخ ونقف عند هذا. فبيقول الشيخ البيجوري إيه؟ تعليقا على اللي فات ده. وأما الزروع أي التي هي الثالثة من الخمسة المتقدمة، وأراد المصنف بها إلى آخره، كان الأولى حذفه لئلا يضيع اشتراط الاقتيات الآتي، إلا أن يقال أنه باعتبار المآل بعد الاشتراط كما مر. وقول المقتات بصيغة الإفراد كما في بعض النسخ، وفي بعضها المقتاتات بصيغة الجمع المؤنث، والنسخة الثانية أولى لكون المقتاتات مطابقة للزروع، يبقى جمع يطابقه جمع، مش كده برضو؟ في الجمعية. وإن أجيب عن الأولى اللي هي المقتات لما جابها بالمقتات بأن أل الجنس المتحقق في المتعدد فيكون في قوة الجمع فيطابق في المعنى، يبقى المقتات لما نجيبها على الألف واللام للجنس باعتبار المتعدد فتبقى جمع معنى وليست جمع لفظا، فهي تطابقها برضو في المعنى لا في اللفظ، لكن المقتاتات تطابقها في اللفظ والمعنى، عشان كده قال لك الأولى تبقى المقتاتات. من حمطة إلى آخره، بيان للمقتات أو المقتاتات، والحنطة هي البر وهو القمح. وبعدين يقول لك شوية حاجات نوادر جميلة كده تعرف، نوادر ليست على سبيل أنك تعتقدها لكنها نوادر علمية عندهم، لكنها ليست إيه دليلها يقيني، لكن لا بأس أنك تعرف. يقول ونزلت حبته من الجنة، ده القمح، نزلت حبته من الجنة وهي قدر بيضة النعامة، ألين من الزبد وأطيب ريحا من المسك. لما نزلت حبة القمح دي من الجنة كانت حالتها كده، قد بط النعامة وألين من الزبد وأطيب ريحا من المسك. ثم صغرت في زمن فرعون فصارت كبيضة الدجاجة، ثم صغرت لما ذبح يحيى فصارت كبيضة الحمامة، ثم صغرت إلى أن صارت كالبندقة ثم كالحمصة، ثم صارت على القدر الذي هي عليه اليوم، فنسأل الله ألا تنقص عنه. ثم زالت من عند مصر ولله الحمد والمنة، ونرجو أن تعود مرة أخرى ونراها في الأسواق إن شاء الله. قول وشعير، قول وشعير بفتح الشين وحكي كسرها، شعير وشعير. وقول وعدس، حتى الصعيد يقولوا عليه عدس، يقولوها صح مظبوط لغة عدس يقولوا عليه كده، وعدس بفتح الدال، وما اشتهر من أنه أكل على صماط سيدنا إبراهيم لم يصح، وكل ما روي فيه فهو باطل، وكذلك ما روي في الأرز والباذنجان والهريسة، الظاهر وردت فيها حاجات أخبار موضوعة إنها ليها فضائل معينة، يعني اللي يأكل هريسة مثلا ربنا يهرس عدوه، اللي يأكل مش عارف باذنجان ربنا يبسجن عدوه، وحاجات كده يعني. فكل الحاجات دي إيه؟ أخبار كده لم تصح يعني، واخد بالك؟ كما قال الأجهوري أخبار أرز ثم باذنجان عدس هريسة ذو بطلان، يعني ما تعطلش نفسك فيه. كحديث لو كان الأرز رجلا لكان حليما، وكحديث عليكم بالعدس فإنه قدس على لسان 70 نبيا، كل ده ما ينفعش، ما لناش دعوة بيه. ويحكى أن شخصا ذكر ذلك عند الإمام الليث وهو يصلي، سيدنا الإمام الليث بن سعد كان عالم مصر بيصلي، فواحد قاعد بيكلم الناس بيقول لهم الكلام ده، واحد بيصلي سمعه كويس، بيقول لهم ان العدس قدس على لسان 70 نبيا، فلما سلم سيدنا الليث قال له ايه؟ قال والله ما قدس ولا على لسان نبي، انه لبارد، انه لمؤذن، انه لكذا، انه لكذا. الزهر كان بيعمل له اسهال، بيعمل له مغص تلبك معه، فزعلان من العدس سيدنا الليث، فبيقول له ده ما بيعملش، ده مدوخني وبيعمل لي امراض يعني، علشان كده ايه، فالاخبار دي كلها ما حصلتش. قول وارز بفتح الهمزه وضم الراء وتشديد الزاي وهو اشهر لغاته، ارز والشائع على الالسنه رز، على السنه المصريين يقول لك رز، هات لنا رز، عندك كيلو رز يا عم بكام؟ ب5 جنيه. هو بقى بخمسه؟ بقى بخمسه؟ قرب يعني، ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. يا رب ينزل، يا رب يا رب ينزل شوية يا رب. يقول له كيلو رز بكام يا عم؟ يقول له بربع جنيه. ما شاء الله، انتشر الرخاء.
رز بلا همزة، وتثني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند أكله لأنه خلق من نوره صلى الله عليه وسلم. فإن قيل إن الأشياء كلها خلقت من نوره صلى الله عليه وسلم، ما هو أول ما خلق الله الأكوان خلق كانت الأكوان في ظلمة، والظلمة يعني العدم، فأراد للأكوان أن تكون فأظهرها يعني نورها بالنور، فكان أول الأنوار هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك خلقت سائر الأكوان من نوره صلى الله عليه وسلم. فقال لك طب اشمعنى الرز يعني اللي بتقول له خلق من نوره، طب ما كل الأكوان خلقت من نوره. فبيجاوب لك يقول لك إيه، أجيب بأنه خلق من نوره بلا واسطة، وكل الأشياء التي تنبت من الأرض فيها داء ودواء إلا الرز فإن فيه دواء ولا داء فيه. احنا بقى بنعمل فيه داء لما نيجي نبيضه، بيضيفوا عليه حاجات كده تبيضه تقوم ايه تبقى سمية، عشان كده يفضل انك انت تاكل الرز اللي غير مبيض، لان لما بيبيضوه بيضيفوا عليه حاجات كده يمكن جبس مثلا الله اعلم يحطوا فيه ايه، زي ما بيحطوا على اللبن فورمالين علشان يمنعوا العتة، وحاجات غريبة كده بيحطوها على الاكل بتاعنا، فربنا ينجينا. عشان كده تشتري اكل لو كلت منه تمرض، فالاحسن لا تأكل إلا إذا جعت، وإذا أكلت لا تشبع، لأن كل الأكل الوقت بقى فيه داء. فالأحسن بقى أرجع لسنة النبي، ما تاكلش إلا إذا جعت، ولما تاكل ما تشبعش، عشان أنت بتاكل داء ودواء في آن واحد، فخد بالك من الحكاية دي. وكذا ما يقتات اختيارا، وكذا ما يقتات اختيارا، كان الأولى حذفه، كان الأولى حذفه، لأنه يوهم أنه قيد الاختيار ليس معتبرا فيما قبله، وليس كذلك، لكن اتكل على شهرة ذلك، وإنما قصد الشارح إفادة التعميم لئلا يتوهم التخصيص فيما قبله. ولو قال أولا وأراد المصنف المقتات اختيارا كحنطة وشعير إلى آخره لكان المقصود اختيار يعني بإيه؟ بإنبات الإنسان يعني. قول كذرة بضم الذال المعجمة بخلاف ما اشتهر على الألسنة من جعله بالدال المهملة، يقول لك درة، المصريين يقول لك درة مش ذرة، وفتح الراء المخففة درة لغة المصريين بجميع أنواعها، يبقى كذرة بجميع أنواعها، والدخن نوع منها يعني الذرة المدخنة. وقوله وحمص أو وحمص بكسر الحاء مع تشديد الميم مفتوحة أو مكسورة، وما اشتهر على الألسنة من ضم الحاء وتشديد الميم المضمومة حمص فليس لغة، ومثله الباقلة وهي بالتشديد مع القصر أو بالتخفيف، البقلة البقلة أو الباقلة، الشوام ساعات يقول لك الباقلة بالتخفيف كده يجوز، مع المد مع الفول انواعها بقى، البقله اللي هي انواع ايه اللي هي البقوليات، احنا نقول عليها ايه جماعه بتوع التغذيه يقول لك البقوليات، اللي هي الفول واللوبيا والجلبان والماش، وهو نوع من الجلبان، انواع من الاكل من الحبوب اللي هي احنا نسميها لوبيا وفاصوليا وحاجات من دي، نقول لك بعين سودا وبعين بيضه ويقسموها بقى، وهو نوع من الجلبان، فتجب الزكاه في جميع ذلك لورود بعضها في الاخبار، والحق به الباقي قياسا يعني. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل حين بعثهما إلى اليمن لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة، الشعير والحنطة والتمر والزبيب، فالحصر فيه إضافي أي بالنسبة إلى ما كان موجودا عندهم، ولو أخذ الإمام بالاجتهاد الخراج بدلا عن الزكاة كأن أخذ القيمة في الزكاة بالاجتهاد فيسقط به الفرض. يعني لو خد الخراج بتاع الارض الامام وبعدين خده كده تقريبي وطلع قدر الزكاة يبقى ما ياخدش زكاة بقى خلاص، طب افرض اقل ياخد الفرق، وعلى اعتبار ان يجوز اخراج القيمة في الزكاة، يعني يجوز اخراج القيمة في الزكاة على هذا الاعتبار. وان نقص عن الواجب تمن، قوله بثلاثة شرائط اي زيادة على ما سبق من الشروط غير الحول والسوم، لان الحول ده موجود طبعا في الحيوان وفي الاثمان مش كده برضه، وفي عروض التجاره لكن مش موجود في الباقي، والسوم موجود في الحيوان بس، يبقى ايه احنا ما بنتكلمش، احنا بنتكلم في الزروع، يبقى نخرج الحول ونخرج السوم ونخرج النصاب، لان الزروع ليها نصاب مختلف، يبقى ليها نصاب بس النصاب مختلف،
زي ايه الشروط السابقة، الاسلام والحرية والملك التام. اما الحول والسوم فلا يشترطان هنا يعني في مجال الزروع يعني وايه والثمار كما هو ظاهر. واما النصاب فقد ذكره فيما سيأتي، ولم يذكر من الشروط اشتداد الحب، مع انه شرط لتعلق الزكاة، وان كان وجوب الاخراج بعد التصفية من التبن ونحوه، لان الكلام في جنس ما تجب فيه الزكاة من غير نظر الى وقت تعلق او اخراج. هو بيتكلم في جنس اللي يتجب فيه، انما وقت تعلق الزكاة واخراجها لما يشتد الحب، لكن ما طلعوش هو اخضر، مش كده برضو؟ قول ان يكون اي الزرع المفهوم من الزروع، وقول مما يزرعه اي يستنبته الادميون اي مما يتولى اسبابه، وهذا هو المراد من قول الشارح اي يستنبته، فالمعنى يتولى اسبابه اسباب نباته، والمراد ما شأنه ذلك، وان نبت بنفسه او بحمل ماء او هواء فتجب فيه الزكاة. والمراد ما شأنه ذلك، وإن نبت بنفسه أو بحمل ماء أو هواء فتجب فيه الزكاة لو كان في الملك التام زي ما اتفقنا. وأما قوله فإن نبت بنفسه أو بحمل ماء أو هواء فلا زكاة فيه، فهو محمول على ما شأن أن ينبت كذلك من الأشياء التي تطلع بنفسها في البوادي، اللي هي الأراضي اللي مش ملك حد يعني، ولا وعلى ما حمله ماء أو هواء من دار الحرب، فنبت بأرض مباحة لا ملك لأحد فيها، فلا زكاة في ذلك، كالنخل المباح بالصحراء، وكذا ثمار البستان، وغلة القرية الموقوفين على المساجد والربط والقناطر والفقراء والمساكين، فلا زكاة فيها على الصحيح. أما يقولك على الصحيح معناه في وجه، بيقول في زكاة مقابل للصحيح. أما يقولك على الصحيح معناه في وجه آخر. كويس؟ أول ما يقولك على الصحيح يبقى معناه في وجه غير صحيح ضعيف. يبقى ما يقابل الصحيح ضعيف، وما يقابل الأصح صحيح. واضح؟ زي ما يقابل المذهب يسموه ايه؟ المشهور. فلا زكاة فيه على الصحيح اذ ليس لها مالك معين، فلو كان لها مالك معين بان نبت ذلك الحب في ارض لشخص معين فيملكه وتجب عليه زكاته. حتى لو الريح هي اللي زرعته جت كده والمطر جه وفي أرض ملك إنسان معين يبقى وجبت الزكاة لأنها ملكه. وكذا لو استأجر الأرض الموقوفة شخص وزرعها ببذر من عنده فيملك زرعها وتجب عليه زكاته. فالمسائل السابقة خارجة في الحقيقة بالملك التام، بتعبيره الملك التام، ما كانش حقه يقولها، لأنه طالما هو قايل الملك التام ما كانش حقه يقول الحتة دي لأنها خارجة بكلمة الملك التام. فتعبير بعضهم بالاستثناء فيها كالشيخ الخطيب حيث قال تنبيه يستثنى من اطلاق المصنف ما لو حمل السيل حبا الى اخره صوري او بالنظر. صوري يعني ايه؟ يعني مش حقيقي يعني، يعني متوهم، لكن هو اصلا مصروف من الذهن بالملك التام. او بالنظر لظاهر كلام المصنف حيث لم يصرح هنا باشتراط الملك، مع انه في الحقيقة لم ينبه عليه اتكالا على علمه مما سبق، اللي هو كلمة الملك التام جايبها قبل كده. قول وأن يكون قوتا أي مكتاتا، وهو ما يتقوت به وتقوم البنية بتعاطيه. وقول مدخرا أي صالحا للادخار، بحيث لو ادخر للاقتيات لم يفسد، والمراد بذلك ما يقتات اختيارا. اختيارا احنا قلنا يعني ايه؟ يعني مزروع بنفسه. وسبق قريبا بيان المقتات أي في قولي من حنطة وشعير، يعني مزروع بإيه؟ بفعل الأدم يعني. وسبق قريبا بيان المقتات أي في قولي من حنطة وشعير وأرز وغير وعدس وباقلة وغير ذلك. وخرج بالقوت ما لا يقتات أي ما لا يصلح للاقتيات ولا للادخار اختيارا. وقوله من الأبزار الأبزار، وكذا من الثمار كالخوخ والرمان والتين واللوز والجوز والتفاح والمشمش، كل الفاكهة يعني، والخضروات، الفاكهة والخضروات. وكذا ما يقتات اضطرارا يدخل، وكذا ما يقتات اضطرارا. أما يقول وكذا في كتب الفقه الشافعية معناها فيها خلاف، تعرف على كلمة وكذا معناها فيها أوجه، معناها فيها أوجه، تطلع عليها في الكتب الأكبر بقى، واخد بالك؟ لكن أول ما يقول وكذا يبقى معناه إن فيها أوجه، وهو بيقول لك الراجح منها،
وبيقول لك الراجح منه، زي ما يقول لك على الصحيح، معناه في وجه اخر او وجهين، ولكن هو بيقول لك الايه الصحيح منها، على اساس ان ده كتاب مختصر. عايز بقى تعرف الاوجه كلها وادله كل وجه ومناقشه في الاوجه، ترجع للكتب الكبيره زي المجموع شرح المهذب وغير ذلك من كتب الشافعي، او شرح الروضه. وكذا ما يقتات اضطرارا كحب الحنظل والغسول وهو الاشنان، وقوله يعني انواع كده من الناس بتاكلها عند المجاعه وتقتاتها عند المجاعات، زي حب الحنظل، بيقول لك ده احنا كلنا المر، مش الحنظل مر؟ يعني من الفقر والجوع اضطر ياكل المر عشان يعيش. والاشنان ده نوع كده من النباتات بتبقى بترغي، تعمل زي الصابون، يستعملوها في الصابون، لكن ليها بذر، عارفه العطار، ياكلوا بذرها ده ويعملوه شوربه ويطحنوه ويعملوا منه خبز لما يبقى مجاعه بقى مش لاقيين. فدي حاجات بتؤكل ايه عند المجاعات. وقوله نحو الكمون ونحو الحبة السوداء والشمر والفلفل وبزر الكتان والقرطم وغير ذلك، حاجات البهارات واللي عند العطارين، كل ده بالرغم انها تدخر الا انها لا تقتات، فيبقى لا زكاة فيه. واضح؟ وان يكون نصابا، اي من جنس واحد، لازم يبقى نصاب من جنس واحد. انا زارع قمح وذرة، فطلع عندي 3 أرادب قمح و3 أرادب ذرة، بمجموعهم 6، واحنا عندنا 5 أرادب دي النصاب، يبقى ما طلعش زكاة، مش واجب عليا اطلع زكاة، لان الاعتبار بكل نوع على حدة. واضح؟ ما اجمعهمش على بعض، الا لو كنت انا زارع قمح بس اصناف مختلفة من القمح. قمح مثلا جيزة نمبر 1، وده جيزة رقم مش عارف 2، وده مش عارف بحيرة رقم مش عارف ايه، انواع بقى انواع القمح، لكن كله قمح. اجمع كله، واخد بالك، كل الانواع، لانها ايه تندرج تحت صنف واحد وهو القمح. ولو جمعت كل الاصناف دي طلع 5 أوسق، 5 أرادب، وجب الزكاة. واطلع من كل صنف قدره، او اطلع من متوسطها، يعني ما اخليش كل الزكاة اطلعها من النوع العالي القدر، او كلها من النوع رديء القدر، لا، اطلع اما من المتوسط او من قدر كل حاجة. يعني انا عندي وسق منها من نمرة 1، يبقى اطلع من ايه الوسق ده نصيبه، والوسق ده اطلع نصيبه، والوسق وهكذا. فهمت بقى؟ لكن ما جمعش ايه نوعين مختلفين، صنفين مختلفين، ذرة مع رز، او شعير مع قمح. فبيقول هنا ايه، وان يكون نصابا اي من جنس واحد، فلا يضم جنس لجنس اخر كقمح مع شعير، بخلاف الانواع فيضم بعضها لبعض، كبر لعلس بفتح العين واللام، لانه نوع منه. الزهر كان عندهم بر نوع اسمه ايه، قمح نوعه اسمه كده. فبيقول عليه، ويخرج من كل نوع بقسطه، يخرج من كل نوع بقسطه يعني بقدره، فإن عصر صعب عليه إن هو يعرف كل نوع قد إيه، أخرج قسط كل نوع لكثرة الأنواع. فإن عصر إخراج قسط كل نوع لكثرة الأنواع أو قلة مقدار كل نوع، أخرج الوسط، فلا يكلف أعلاها ولا يكفي أدناها، رعاية للجانبين. لما نقول لا يكلف أعلاها رعاية للمالك فلا يضره، ولا يكلف أدناها رعاية لحق الفقير، ما يدلوش إيه الحاجة الرديئة. أدي معنى رعاية للجانبين، جانب المالك اللي هو المخرج المزكي، وجانب الفقير اللي هو يأخذها. ولو تكلف وأخرج القسط من نوع جاز، بل هو الأفضل. والسلت بضم السين وسكون اللام جنس مستقل، لأنه يشبه الحنطة في اللون والملاسة، يعني أنواع من الحاجات تشبه القمح ليست قمح، يعرفها جماعة بتوع الزراعة، يقول لك برضه ده يطلع منه. والشعير يشبه القمح في حاجات ويشبه الشعير في حاجات، لأنه يشبه الحنطة في اللون والملاسة، والشعير في برودة الطبع، فاكتسب من الشبهين طبعا انفرد به وصار أصلا برأسه، فلا يضم إلى الحنطة ولا إلى الشعير. النصاب قد إيه؟ وهو 5 أوسق، أي أقله ذلك، وما زاد فبحسابه، فلا وقص فيها. الوقص اللي هو إيه؟ عارف الوقص اللي هو؟ عرفت الوقص اللي هو؟ ها؟ إيه؟ لا، الوقص إحنا قايلين إن زكاة الغنم 40 شاة نصابها،
40 شاه كويس لحد ما تبقى 120. من 120 فما زاد تبقى شاتين. طيب افرض انا عندي 40 شاه يبقى هطلع شاه، طب انا عندي 60، عندي 20 زيادة ما طلعش نص شاه، طب عندي 80 شاه ما طلعش شاتين، لان هي من 40 لحد 119 اطلع شاه. يبقى الفرق ده اسمه ايه اللي ما بطلعش فيه؟ وقص. الوقص تلاقيها في زكاة الزروع، انما في الزروع ما فيش وقص. يعني انا عندي 5 اوسق، مش معنى كده ان ال5 اوسق دي لو عندي انا 7 اوسق يبقى ما طلعش على ايه؟ على الاثنين اللي زيادة عن الخمسة. اما استنى اما يبقى تضعيف الخمسات. لا ما استناش اما يبقى تضعيف الخمسات فلا وقص فيه. واضح؟ طالما 5 فما زاد اطلع على طول العشر من كله. فهمت بقى الوقت؟ فتلاقيه في زكاة الزروع، هتلاقيه في زكاة الحيوان. وعشان كده بيقول ايه؟ وما زاد فبحسابه فلا وقص. واضح؟ فيها. والمراد انها لا تجب فيما دون 5 اوسق. لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 اوسق صدقة. الشافعية خدوا ال5 اوسق يجب فيها الزكاة. الملكية وبعض المذاهب قال لك لا، ما زاد عن ال5 اوسق. يعني ال5 اوسق ذاتها كده ده حد ما لا يجب عليه، فيدخل الخمسة في الحد. واضح؟ في مذاهب قالت كده. والشافعية قالوا لا، ده ال5 اوسق هو أدنى حد تجب فيه، فال5 اوسق تجب فيه. واضح كلام الشافعية؟ طيب. والمراد أنها لا تجب فيما دون 5 أوسق، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، رواه الشيخان. والأوسق جمع وسق أو وسق، والوسق بالفتح على الأشهر مصدر بمعنى الجمع. قال تعالى: والليل وما وسق، أي جمع، وهو 60 صاعا. سموا الوسق اللي هو الجمع ده وسق لأنه بيجمع 60 صاع على بعض يخليه وحدة واحدة، يخليها وحدة واحدة، فكأنه جمعهم كله. زي ما تقول والليل وما وسق يعني جمع. واحنا قلنا ان الفتح اشهر لان القرآن جاء ايه؟ بالفتح، وسقا وسقا، واخد بالك؟ لكن يجوز لغة ايه؟ وسق وسقا، يجوز من حيث اللغة كمان. قال تعالى: والليل وما وسق، اي جمع، وهو 60 صاعا. يبقى الوسق 60 صاعا، سمي بذلك لجمعه الصيعان. فإذا ضربت ال5 أوسق في 60 صاع كانت الجملة 300 صاع، والصاع 4 أمداد. فإذا ضربت ال4 أمداد في 300 صاع صارت الجملة 1200 مد، والمد رطل وثلث بالبغدادي، فتصير الجملة بالأرطال 1600 رطل بالبغدادي كما سيأتي في كلامي. وضبطها القاموليبالكيل المصري 6 أرادب وربع أردب. أيام القاموليكان الأردب أقل من الإيه؟ من الوقت. وهذا بحسب زمانه. وأما الآن فحرروها ب4 أرادب وويبة، لأن الكيل قد كبر عما كان عليه. أيام الشيخ البيجوري كانت تحاول 4 أرادب وويبة يعني وشوية كده. الوقت مشايخنا قالوا لنا 5 أرادب ومشي، واحسب على 5 أرادب ومشي. مشايخنا قالوا لنا كده. ولأن الكيل قد كبر عما كان عليه، وأشار بقول لا قشر عليها إلى اعتبار كونها مصفاة من نحو تبن وتراب وغير ذلك، وهذا فيما لم يدخر في قشره. فإن كان مما يدخر في قشره كالعلس وشعير الأرز اعتبر أن يكون خالصه قدر النصاب المذكور. يعني تقدر خالصه قدر النصاب بعد ايه؟ ازالة قشره، تقدير كويس، وتطلع بقى. وهذا اولى من قول بعضهم فنصابه 10 أوسق غالبا، لان هذا تقريب كما اشار الى ذلك بقول غالبا. قوله وفي بعض النسخ ان يكون 5 أوسق باسقاط نصاب، والنسخة الاولى اقعد لان المقصود بذلك بيان النصاب. واما الثمار اي التي هي الرابعة من الخمسة السابقة، وقول فتجب الزكاة في شيئين منها أي من الثمار، وقول ثمرة النخل أي بدل من شيئين، وهما أفضل الثمار، أفضل الثمار النخل والعنب.
تملي ربنا بيضيف اليها بقيه الفاكهه ويذكرهم هما الاول. يبقى افضل الثمار يعني افضل الفاكهه النخل والعنب. ويليهما الرمان لانه مذكور برضو في القران، وبعد ذلك بقيه الثمار على حد سواء. والراجح ان النخل افضل من العنب، لان النخل مقدم على العنب في جميع القران، ولانه صلى الله عليه واله وسلم شبه النخل بالمؤمن لكونها تشرب براسها. يعني النخله الوحيده لما تيجي تسقيها تشرب براسها، تاخد من المطر براسها وينزل الميه من راسها الى الى جسمها، بخلاف بقيه النباتات تشرب من جدرها ويطلع لفوق. لكن النخله لا، تشرب من فوق وتنزل لتحت. فتشبه الانسان يعني في الحكايه دي انها بتشرب براسها. وتشبه كمان الانسان انك لو قطعت راسها تموت. لو قطعت راسها تموت، مع ان الشجر التاني تقلمه وتقطعه كله وينبت، لانه حياته موجوده في جذره وجذعه مش في راسه. كل النبات الا النخل حياتها في راسها، تيجي تقطع راسها تموت. فهي تشبه الانسان من هذه الجهه. ولانه صلى الله عليه وسلم شبه النخل بالمؤمن لكونها تشرب براسها، واذا قطعت ماتت. اذا قطعت راسها يعني ماتت. وينتفع بجميع اجزائها كمان، فالمؤمن ينتفع به حيا وميتا. المؤمن ينتفع به حيا وميتا زي النخل، ينتفع بها حيا بجميع اجزائها وميتا بجميع اجزائها. كويس؟ فالمؤمن كذلك. وهي الشجرة الطيبة المذكورة في القرآن، كمثل شجرة طيبة اللي هي ايه سماها في القرآن الطيبة في سورة ابراهيم. وليس في الشجر ما يحتاج منه الأنثى إلى الذكر سواه. فيشبه الإنسان من جهات عديدة. وشبه صلى الله عليه وسلم عين الدجال التي يبصر بها. وأما الأخرى فممسوحة بحبة العنب. وحبة العنب هنا تشبيه لعين الدجال، والدجال قبيح، يبقى النخلة أفضل. كل دي ترجيحات للنخلة، إنها تشبه الإنسان في أمور كثيرة، وشبه بها المؤمن، وأنها تأكل برأسها، وأنها مذكورة في القرآن قبلها قبل العنب على طول، وإن العنبة شبه بها عين الدجال الأخرى، لأن ليه عين ممسوحة والعين الثانية كعنبة طافية يعني بارزة كده فيها استفلومة، مرض معروف يعرفوه أطباء العيون اسمه استفلوم. وأما الأخرى فممسوحة بحبة العنب الخارجة عن أخواتها التي تكون في آخر العنقود، فعين خارجة مثلها. ولأن حبة العنب أصل الخمر، وهي أم الخبائث. كل ده عشان يبين لك ترجيح النخل التمر يعني على العنب. وقد اشتهر أكرموا عماتكم النخل المطعمات في المحل، لكن نص بعضهم على انه موضوع، ده مش حديث. المحل اللي هو ايه؟ اللي هو الجدب وزنا ومعنى. محل جدب وزنا ومعنى، يعني في المجاعة. اكرموا عماتكم اكرموا عماتكم النخل المطعمات في المحل، لكن نص بعضهم على انه موضوع، حديث موضوع. وسميت عمات ليه؟ عمات لأنها خلقت من فضلة طينة آدم. والمحل الجدب، قوله وثمرة الكرم بسكون الراء أي العنب، ولو عبر به لكان أولى، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي في البخاري ومسلم وغيره: لا تسموا العنب كرما، إنما الكرم الرجل المسلم، رواه مسلم. وإنما سمي العنب كرما لأنه يتخذ منه الخمرة، وهي تحمل على الكرم. أول ما الواحد يسكر يتصدق على طول، يبيع بيته وهو سكران اللي بيساوي مليون جنيه، يبيعه بألف جنيه ولا يهمه، واخد بالك؟ يطلع كل اللي في جيبه أما يشوف فقير ويديهوله، واخد بالك؟ أما يبقى سكران. فبيدعوه للكرم، عشان كده سموا الكرم العنب كرم، عشان كده، عشان يصنع منه الخمر التي تجعل الإنسان كريم. دي أصل العرب يعني، لكن النبي نهى عن ذلك علشان فيها إيه؟ فيها يعني ثناء على الخمر. والخمر يعني منبوذة في القرآن ومذمومة، وعلشان كده النبي قال ايه؟ اولى من يسمى بالكرم هو المؤمن، لكن العنب لا، سموها عنب ولا تسموها كرما. وانما سمي العنب كرما لانه يتخذ منه الخمرة، وهي تحمل على الكرم بفتح الراء المأخوذ منه الكرم، الكرم بسكونها. فكره صلى الله عليه وسلم ان يسمى العنب بذلك، وجعل الرجل المسلم أحق به بأن يقال رجل كرم أي كريم،
قول والمراد إلى آخره بهذين الثمرين يعني، كان الأولى حذف هذا المراد لأنه لا يناسب حالة تعلق الزكاة، لأنها تتعلق بذلك عند بدو الصلاح، وإنما يناسب وجوب الإخراج، وليس الكلام فيه، بل الكلام في جنس ما تجب فيه الزكاة من غير نظر إلى وقت تعلق أو إخراج. أصل بيقول لك إيه المراد بهذين الثمرين التمر والزبيب، يقول لك ليه أنت بتقول التمر والزبيب، ده وقت الإخراج تبقى تمر وزبيب. هو بيتكلم على الأنواع اللي تجد فيها، فمش شرط يقول لك تمر وزبيب الوقت. فهمت إزاي بيعلق عليه يعني. كان هو بيقول النخل وإيه والعنب، خلاص تمشي النخل والعنب، ليه بتعلق عليه وتخليها تمر وزبيب؟ هو الوقت هيطلعها الوقت، ولا بيتكلم على جنس ما يخرج منه؟ بيتكلم على جنس ما يخرج منه. فهمت اعتراض الشيخ البيجوري يعني؟ فهمت اعتراضه؟ أيوه. وهذا ما هو أيوه. لا هنا بقى لما يبقى تمر، لما يبقى صالحا لأن يقتات ويدخر، يبقى حصاده هنا المقصود به وقت إخراج الزكاة في العنب والنخيل إنه يبقى يقتات ويدخر، يبقى تمر وزبيب. ما اديش أنا للفقير عنب يعمل بيه العنب، ده عايز ينشره وما عندوش مكان ينشر، وعايز يحوله لزبيب، وده صناعة ما عندوش، ما يمكن، ما عندوش أيادي عاملة. لا ما هو لازم تحسب الخمسة أوسق بعد الجفاف طبعا، تحسبها خمسة أوسق بعد ما تجف، مش شوية عنب ومليانة مية كده وبتاعت تطلع وبعدين تكش، لا لازم بعد ايه زيها البقولية والحاجات بالبقلة. ما احنا قلنا البقوليات، ما احنا قلنا البقوليات نفس الحكاية، يعني بعد ما تجف، بعد ما تجف تحسب، بعد ما تجف يعني الخمسة أوسق بعد ما تجف ويتخرج قشرها وتخرج كل حاجة وتبتدي تكايل وتخرج برضو الزبالة اللي علقة فيها، ممكن تبقى علقة فيها بعد ايه، بعد الحصى، بعد التراب، كل الحاجات دي لازم تنقيها. وأجيب بأنه أشار بذلك لأن المعتبر في كون نصابها خمسة أوسق كونهما تمرا وزبيبا يعني فيما يمكن تكثيفه، وإلا قدر ذلك، لو كانت أنواع مثلا ما بتتجففش يبقى يقدر، لو جفف يبقى قد إيه ويطلع كما قال في المنهج. لا احنا قايلين لا 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 بعد ما يجف ممكن يقطع ممكن يقعد، لا ما يطلعش عليه، هو النخل والزبيب لا يقاس عليه. وأجيب بأنه أشار بذلك إلى أن أصله لا يستخدم قوتا، التين ده يدخر لكن ليس قوتا، لكن حلويات كده ياكلوها كده في مولد النبي في رمضان بتاع يعملوها خشاف. حتى لو عرف الغير دلوقتي حكم التبيب هو حكم التين، لو صارت قوتا يتفاوت بقى وجهة نظر الفقهاء، بعضهم يقول لك طالما صارت قوتا طلع زكاة منها، وبعض الفقهاء يقول لك، بعض الفقهاء يقول لك لا انا اقف عند ايه، عند الوارد والنص. هتلاقي في الاخر تبقى مذهبين، لا باس، اختلاف العلماء في مثل هذه الامور لا باس به، ما يضرش. ليه؟ لان لو ما طلعش هو هيبيع فهيجي له بره فلوس فهيطلع، هيطلع فما تقلقش. هو بيتكلم هنا انه ما يطلعهاش كزرع لكن يطلعها كمال، يطلع كمال. وانا رايي ان يطلعها مال احسن، لان الفقير هتدي له شويه تين يعني هيعمل بيها ايه، يديله شوية قرشينات يعيش بيه، يجوز بنته، يجيب جهاز، يشتري عربية، يشتري كسوة، يحتاج بطانية يغطي نفسه، يعني يستفيد بيها. بس الفلوس ده هيطلع نص العشر، لكن المال هيبقى ربع العشر. ما هو ربع العشر بس مال، الفوائد بيه أكثر. يقدر يستفيد بيه أكثر. وإلا قدر ذلك كما قال في المنهج، ويعتبر جافا إذا تجفف غير رديء، وإلا فرطبا لكن بتقدير الجفاف. فلو كان عنده ستة أوسق مما لا يتجفف قدرنا جفافها، فإن كانت بحيث لو تجففت كانت خمسة أوسق وجبت زكاتها أو أقل منها فلا. يعني في الأنواع التي لا تتجفف من العنب والرطب، إذا كان في منها أنواع لا تجف فنقدرها، لو جفت تبقى قد إيه فنقدر هذا ونخرج. خدت بالك؟ ادي المعنى. قوله بهذين الثمرين كان الاولى
بهاتين الثمرتين كما هو كذلك في بعض النسخ، لأنه الأنسب بقول المتن ثمرة النخل وثمرة الكرم حيث عبر بالثمرة المؤنثة. وشرائط وجوب الزكاة فيها الضمير عائد على الثمار، ولذلك قال الشارح أي الثمار، ولو قال فيهما بضمير التثنية ليعود على ثمرة النخل وثمرة الكرم لكان أولى، ليكون الضمير راجعا إلى أقرب مذكور حينئذ. قول أربع خصال، وفي بعض النسخ أربعة أشياء، وزاد بعضهم خامسا وهو بدو الصلاح، وإنما لم يذكره هنا لما علمت من أن الكلام في جنس ما تجب فيه الزكاة من غير نظر إلى وقت تعلق أو إخراج، فهمت؟ في الجنس بس. والمراد ببدو الصلاح بلوغه صفة يطلب فيها غالبا، فعلامته في الثمر المأكول المتلون أخذه في حمرة أو سواد أو صفرة، وفي غير المتلون كالعنب الأبيض لينه وتمويهه ووصفاؤه وجريان الماء فيه. قول والنصاب، وهو كنصاب الزروع كما سيأتي في قولي ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق. فمتى انتفى شرط من ذلك أي من المذكور من الشروط الأربعة، وقول فلا وجوب أي للزكاة فيما فقد فيه شرط من تلك الشروط. قول وأما عروض التجارة الأخيرة بقى كلمتين وبس ونخلص الحمد لله. وأما عروض التجارة أي التي هي الخامسة من الخمسة المتقدمة. والعروض جمع عرض بفتح العين وسكون الراء، وهو ما قابل النقد، ما قابل ايه؟ الذهب والفضة يعني العملة. خلينا نقول الوقت بلغة العصر العملة، العملة المستعملة يعني العملة النقدية، وهو ما قابل النقد. ويطلق ايضا على ما قابل الطول، تقول ايه؟ طول وعرض، طول وعرض، فبيطلق العرض ويقصد به ما قابل النقد يعني ما يتاجر فيه، ويطلق وايضا يقصد به ما قابل الطول، طول عرض، كويس. واما العرض بضم العين فهو ما قابل النصل في السهام، انت تلاقي السهم كده ليه قوس كده قدامه اللي هو بيشد ويخرج من وسطه السهم، القوس ده الحته اللي بتاع دي يسموها ايه؟ العرض. ده العرض بالضم، انما احنا بنتكلم على العرض بايه؟ بالفتح. ويطلق على الجانب. والعرض بكسر العين محل المدح والذم من الانسان، العرض. يبقى عندنا عرض وعرض وعرض وعرض، اربع حاجات وكل واحده بمعنى جديد، كويس. والعرض بكسر العين محل المدح والذم من الانسان، يعني ايه؟ يعني نسبه او ده من عرضه، فاذا عبت في نسبه كانك عبت في عرض، كويس. طباعه، اذا عبت في طباعه كانك عبت في عرضه. نسائه المتعلق به، بنته، امه، عمته، اخته، خالته، ده عرضه، اذا عبت فيهم كانك عبت في عرضه. يبقى العرض هو محل المدح والذم من الانسان. والعرض بفتح العين والراء معا هو ما قبل الجوهر عند المناطقه. المناطقه قالوا ايه؟ قالوا ان المكونات المخلوقه ثلاث انواع بس، اما جوهر او جسم او عرض، كويس. يا جوهر يا جسم يا عرض بس، مفيش حاجه رابعه. ده رايهم كده، ده من حيث عالم الملك، لكن ما شافوش عالم الملكوت ولا عالم الامر ولا عالم الجبروت، ما شافوش حاجه خالص. ده المنطقه بيتكلموا على عالم الملك بس اللي هم شايفينه، لكن ربنا بيقول لك له الخلق والامر، ويقول لك سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم. يبقى ربنا عنده في الخلق كتير حاجات تانية كتيرة غير ما عند المناطقة، أن المكونات المخلوقات هي بس في عالم الملك والشهادة هي ثلاث أنواع لا رابعة لها. إما جسم يعني يبقى إيه؟ يبقى متحيز مكون من أجزاء، ده اسمه الجسم، متحيز يعني له حيز يعني له حجم ومكون من أجزاء يسموه جسم. طب إن كان متحيزا وغير مكون من أجزاء يعني هو حاجة واحدة يسموه جوهر، كويس. يبقى الجوهر اقل افتقارا من الجسم، لان الجوهر يفتقر للمكان بس، ولكن لا يفتقر لابعاده لانه ملوش ابعاد. والجسم اشد افتقارا من الجوهر لانه يفتقر للحيز ويفتقر لابعاده، واضح. طب وايه العرض؟ العرض ما يظهر في الجسم او الجوهر، يعني يحتاج لمحل يظهر فيه اضعفهم، كالصفرة والحمرة والخجل، واخد بالك دي اسمها العرض. عشان كده يقول لك ايه اعراض المرض؟ يقول لك انا شايف عندك هزال، انا شايف عينيك مصفره، يبقى لازم اشوف الاصفرار، محتاج عين عشان اشوف الاصفرار فيها.
محتاج اشوف الشحوب في انسان حي مش كده برضو، او حمرة الخجل دي اسمها عرض، فالعرض افقرها لانه يحتاج للمحل ليظهر. فاذا كانت المكونات والمخلوقات هذه الاشياء والله ليس كمثله شيء، عشان كده المناطق يقول لك ايه، فان الله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض. فهمت بقى كلام المناطق في تعريف الله عز وجل؟ لكن امال يبقى ايه؟ تقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن على الاقل ليس كذا وكذا وكذا، ليس جسما لان الجسم يفتقر للمحل ويفتقر لاجزائه والله مستغن كويس، ولا جوهر لان الجوهر لا يفتقر الى الحيز والله لا حيز له لانه خلق المكان، وليس عرض لان العرض افقرها لانه يحتاج للمحل ليظهر فالله لا يحل ولا ينتقل. واضح الكلام؟ فهمت؟ يبقى كلمه ام كلثوم في الغنيه بتاعتها الله محبه كفر، لان المحبه عرض يحل في القلوب وليست لا جيبس جسم ولا جوهر. يبقى الله محبه عرض، والعرض لا يجوز ان يوصف به الله، فتبقى كلمه كفر. واضح؟ عشان كده اتخزلنا ايام سنه 67 مشغلين الاذاعه ليل نهار، واحد يقول قدر احمق الخطى، والتاني تقول الله محبه، الاثنين كفر وقاعدين يغنوها ليل نهار، فدخلنا اتهزم. اصبح شعارنا اللي قاعدين بنقوله ليل نهار شعارات كفر، مش كده برضه؟ ايام 67 انتوا طبعا يمكن ما اتولدتوش، لكن انا كنت ساعتها في اولى اعدادي سنه 67 دي، انا كنت في اولى اعدادي، فكنت طول النهار سامع ام كلثوم تقول الله محبه، وعبد الحليم حافظ، عبد الحفيظ حافظ رحمهم الله جميعا، ولا يفتنا بعدهم ولا يحرمنا اجرهم ويغفر لنا ولهم يا رب، ويشفع فيهم نبينا يا رب وسائر المسلمين. احنا مش حاقدين على حد من المسلمين، يحمل امه النبي كلها على دماغنا، مغنيين وممثلين وممثلات وكله على دماغنا، امه النبي يشفع فيهم النبي، لكن احنا بنحذر بس من مثل هذه الشعارات، لكن لا نكفر احد من اهل القبله خالص. هو بيقولها ومش مدرك معناها، جاهل بيقولها ومش مدرك معناها. بس كامل الشناوي كان مؤلف الكلام ده وكان متجرئ في الالفاظ بتاعته، يقول لك قدر احمق الخطى سحقت هامتي خطاه، مش كان بيقولها كده؟ ده كلام كامل الشناوي. وربنا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا القدر فان الله هو القدر، مش كده برضه؟ والتاني يقول لك قدر احمق، الله بيسب القدر يا دي المصيبه في بلاد المسلمين، في بلاد المسلمين، ويغنيها ويدندنها، والتانية تقول الله محبة ويكتبوها على المحلات عرض، والعرض يحل في الأشياء. وعشان كده شعار النصارى الله محبة، لأن عندهم الله يحل في الأجسام، فحل في عيسى ابن مريم فعبدوه. فهمت بقى الفرق؟ فالنصارى يقولوا الله محبة، مش مشكلة عندهم، لأن على اعتقادهم الله يحل في الأجسام، له ناسوت وله لاهوت، وشغلنا عندهم كده معقدة، عنديش مش عندنا احنا. واضح الكلام؟ يبقى خلينا نرجع تاني للمسألة، مش عايزين نضيع ايه وقتنا في اشياء اخرى. فتجب الزكاة فيها اللي هي ايه؟ عروض التجارة، جمع عرض، جمع عرض، لا جمع عرض ولا عرض ولا عرض، واضح؟ لان كل واحدة ليها معنى. فتجب الزكاة فيها اي في عروض التجارة لخبر الحاكم باسناد صحيح على شرط الشيخين في الابل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته، وهذا هو محل الشاهد. البز اللي هو الحرير، والحرير بيباع، يبقى البز رمز لكل ما يباع ويشتغل، فخدوا من البز ده ايه، وهذا هو محل الشاهد، وهو يقال لأمتعة البزاز وللسلاح، وليس فيه زكاة، زكاة عين، فتعينت زكاة التجارة. قول بالشرائط المذكورة سابقا في الأثمان، أي الخمسة المتقدمة هناك في كلام المصنف، وهي الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول. لكن النصاب إنما يعتبر في عروض التجارة بآخر الحول، خد بالك، إنما النصاب قلتها لك في أول الدرس النهاردة، إنما يعتبر في عروض التجارة بآخر الحول، وإن كان معتبرا في الأثمان جميع الحول، فلا يضر الاختلاف من هذه الحيثية، والحول يبتدئ هنا من وقت نية التجارة. يبدأ الحول من امتى؟ من اول ما يبتدي تاجر، وبعدين بعد سنة يشوف عنده ايه، اذا بلغ نصاب يطلع. واضح؟ وترك سادسا، وهو ان تملك تلك العروض بمعاوضة، في كمان ان يبقى العروض دي كلها ملكها بمعاوضة، لا هبة ولا ارث، لا هبة ولا ارث،
لازم تبقى ايه معوضه، يعني ايه بيع وشراء، بيع وشراء. لكن لو جاله هبه او ارث يبقى لا تجب فيها زكاه عروض تجاره. وترك ثالثا وهو ان تملك تلك العروض بمعاوضه كشراء وجعلها مهرا في النكاح. والمهر في النكاح هنا يعتبر ايه؟ عوض. عوض مش كده برضو؟ عوض عن البضع، يبقى تجب فيه الزكاه، زكاه عروض التجاره المهر. افرض ده مهر مثلا 100,000 جنيه، تبقى برضو تعتبره ايه؟ انه ده تطلع عليه ربع العشر لما يحول عليه الحول. وعوضا في الخلع، او افرض هو قال لها طلع روحها بقى وعايزه تخلص منه، قالت له تاخد كام وتطلقني؟ قال لها 1,000,000 جنيه، قالت له اديك 2,000,000، ما اشوفش خلقتك، ما تمشيش في الشارع اللي انا ساكنه فيه. قال لها طب هاتي ال 2,000,000، اديته ال 2,000,000 وراح ايه خلعها، واخد بالك؟ ومش يرقص طبعا مع 2,000,000 بقى، مش يرقص. يبقى برضه ايه؟ يطلع عليها زكاه، يطلع زكاه لانه ده جاي مقابل عوض، فهمت؟ كل حاجه بمقابل عوض ما يدورش. والخلع وفي الصلح عن دم كذلك. افرض ان واحد قتلك قتيل، جاء داس قريبك بعربيه، ابن عمك ولا حد قريبك، فوجبت الديه، فانت خدت الديه عوض عن دم، خدت الديه عوض عن دم، يبقى هنا برضو تجب فيها الزكاه، الديه دي تجب فيها الزكاه، خدت بالك؟ فلا زكاه فيما ملك بغير معوضه كهبه بلا ثواب. انا كده ايه جات لي كده نوبه كرم، فشفتك بتتجوز، فقلت لك انت عندك شقه؟ قلت لي لا. قلت لك انت عايز تسكن فين؟ قال انا عايز اسكن في المقطم جنب الدكتور يسري. طيب الشقه هناك بكام؟ تقول انا سالت عليها لقيتها ب 400,000. طب خد يا ابني ال 400,000، هات شقه. كانت بتحصل زمان في الف ليله وليله الحاجات دي، لكن دلوقتي ممكن تحصل، ما يجراش حاجه، واخد؟ يبقى اسمها هبه بلا ثواب، دي ما فيهاش زكاه، تاخدها على طول تجيب الشقه وخلاص انتهينا، ما فيهاش زكاه لانها دي هبه بلا ثواب، خدت بالك ازاي؟ لو فضل بقى خدها هو وغير رايه، وخد مثلا ايه شقه في اخر الدنيا في حته تكون ايه الشقه ب 100,000 مثلا، وراح واخد ال 300 قال لما اعمل بيها مشروع، ما يجراش حاجه. يبقى بساعتها هيطلع بقى زكاه على دول بقى لما تبقى اما في رصيده او ابتدى يعملها عروض تجاره. فهمتني ازاي؟ دخلت لشغلانه تاني، لانه ابتدى نيه التجاره بقى، هو راح مقسمها وهيبتدي يتاجر، تدخل بقى في دي. يبقى وهبه بلا ثواب وارث، او ورث برضه ارث، يبقى ما يطلعش زكاه عروض تجاره في الارث. ورث اجانس عربيات من ابوه، ابوه كان عنده اجانس سيارات في حوالي 35 عربيه عارضه من البيع، ورثهم، قالت اليه لان هو الوريث الوحيد لابيه، فصارت عنده ارثا لا يطلق، ما يخرجش منها عروض تجاره، لانها الا لو بدا ينوي التجاره وابتدى يبيع بقى ويشتري، يبيع ويشتري واستمر فيما هو عليه من نشاط، واضح؟ لكن افرض لو خدها وابتدى يصفيها، مش هيشتغل هو في تجاره السيارات، فابتدى يبيع واحده ورا الثانيه عشان يقتني المال ده يعمل بيه حاجه ثانيه، يبقى ما عليهوش زكاه كعروض تجاره، واضح الكلام؟ طيب. وارث ووصيه كذلك، جاله المال وصيه، عمك اللي قاعد في البرازيل وصى بنصف ماله اليك انت، لان انت قاعد هنا في مصر وسامع اخبار مصر انها تعبانه وفي مجاعه، فصعبت عليه. فقال نصف مال زي ما بيطلع في افلام حسن اسماعيل ياسين والكلام دي، واخد بالك؟ فاخدت انت نص مال عمك اللي في البرازيل ده، جالك مثلا 1,000,000 دولار، واخد بالك؟ دي وصيه ما فيها زكاه عروض تجاره، واضح؟ بس ما تنساناش برضه لما تجيلك الشغلانه دي. لانتفاء المعوضه، كل ده ليه ما تجيبش فيه؟ لانتفاء المعوضه ما فيهاش فيها هات وخد، دي جايه لك من غير ايه؟ هات وخد، من غير ايه؟ تجاره. وهو ان ينوي التجاره عند كل تصرف. وترك سابعا ايضا وهو ان ينوي التجاره عند كل تصرف ولو في مجلس العقد الى ان يفرغ راس المال لتتميز عن القنيه الاقتناء. يعني انا بشتري سياره اقتنيها عشان استعملها، دي لا زكاه فيها، لان انا مش راح بشتريها عشان ابيعها، ده انا بشتريها عشان اركبها، بشتري فيلا عشان اسكن فيها مش عشان اعرضها للبيع، يبقى هنا لا زكاه فيها، مش عروض تجاره، خدت بالك؟ يسموها قنيه أو قنية، وهي بكسر القاف وضمها الإمساك للانتفاع، وبعد فراغ رأس المال لا تجد فيه التجارة عند التصرف، بل الشرط ألا ينوي القنية، فإن نواها انقطع الحول.
طيب افرض ان انا كنت شاري الحكايه دي نوى تاجر، فكانت نيتي التجاره، فحلوت في عيني بعد ما اشتريتها، قلت والله انا اقتنيها احسن، يبقى انقطع الحول لان غيرت نيتي بقى الى الاقتناء. واضح؟ فان نواها انقطع الحول، فان اراد التجاره. طب افرض بقى غير رايه بعد سنتين وقال لما بيع الحاجات غليت وترفع سعرها، فقال لا انا ابيعها، يبدا الحول من اول نيه البيع. واضح الكلام؟ فإن أراد التجارة احتاج إلى تجديد نيتها مقرونة بتصرف كبيع وشراء. إيه تعريف التجارة؟ وهي التقليب في المال لغرض الربح، أي لغة، وأما شرعا فهي التقليب في المال المملوك بمعاوضة لغرض الربح مع نيتها عند كل تصرف ابتداء كما يعلم مما سبق. وقوله لغرض الربح أي لغرض هو الربح، فالإضافة للبيان. والتاجر الشاطر إيه؟ إيه تعريفه؟ ايه تعريف التاجر الشاطر؟ اللي هو يعرف ازاي يصرف البضاعة قبل ما يشتري البضاعة، هو ده التاجر الشاطر. مش التاجر الشاطر اللي يشتري البضاعة يملى المخزن ويحتس في تصريفه، يبقى كده جمد ماله واتحبس. فاهم؟ يبقى التاجر الشاطر اللي يعرف ازاي يبيع البضاعة قبل ما يجيب البضاعة، هيبيعها فين، يعني عنده التصريف والسوق بتاعه مفتوح والناس بيطالبوه بالبضاعة قبل ما يدفع هو ثمن البضاعة. شفت التاجر الشاطر هو ده بقى. تبص تلاقي تجارته تنتعش باستمرار. انما اللي غير كده ما يشتغلش في التجارة زي حالاتي، والا يخسر على طول. فنسأل الله ان يعلمنا وان يفقهنا وينورنا بانوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونقف على فصل في مقدار نصاب الابل وما يجب اخراجه عنه ان شاء الله يوم السبت القادم باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.